صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قراران رقم 34 و35 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وبتعديل المادة رقم 2 من القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية. نص القرار الأول رقم 34 في مادته الأولى يعاد تشكيل مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من السيد رضا عبد الله فرج، السيد جاسم أحمد المهزع، المهندس إبراهيم حسن الحواج، السيد عبد الجليل علي أحمد الحايكي، المهندس مناف يوسف حمزة، السيد محمد الشيخ أحمد العصفور، المهندس ناجي سبت سالم سبت، السيد علي حسن ناصر الخزاعلي. وجاء في المادة الثانية تكون مدة عضوية أعضاء المجلس المذكور سنتين قابلة للتجديد. ونص القرار الثاني رقم 35 في مادته الأولى يستبدل بنص المادة 2 من القرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية النص الآتي: يشكل المجلس برئاسة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من السادة الدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائبا للرئيس الدكتور عبد الباسط محمد عبد المحسن المستشار القانوني وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوا مصطفى عقيل الشيخ رئيس قسم السلامة المهنية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوا حسن يوسف علي أحمد مستشار السلامة المهنية بإدارة أداء وعلاقات الموظفين ديوان الخدمة المدنية عضوا العقيد حمد علي الكعبي مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني وزارة الداخلية عضوا الدكتورة مها صالح آل شهاب أمين السر بجمعية الصحة والسلامة البحرينية عضوا أحمد خليل إبراهيم مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة شركة نفط البحرين بابكو عضوا المهندس ياسر عبد الرحيم العباسي مدير عام التصنيع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك عضوا جميل يوسف الغناء عضو مجلس الإدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضوا محمد خليل السعيد مدير أول للصحة والسلامة والبيئة والأمن والحريق شركة ألمنيوم البحرين ألبا عضوا محمد حسن آل مساعد الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضوا الدكتور يوسف أحمد الحداد طبيب استشاري والقائم بأعمال رئيس مجموعة الصحة المهنية وزارة الصحة عضوا محمد رسول بخش نائب رئيس الاتحاد للصحة والسلامة المهنية الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضوا الدكتور محمد عبد الرزاق الصديقي مدير إدارة التعليم الفني والمهني وزارة التربية والتعليم عضوا محمود أحمد عبد الرحيم مدير إدارة الموارد البشرية بشؤون الأشغال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عضوا المهندسة لمى عباس محروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية المجلس الأعلى للبيئة عضوا المهندس عماد عبد الواحد العريض مستشار الشؤون الفنية وزارة الإسكان عضوا